L'énergie renouvelable, production écrite. L'énergie renouvelable est une énergie provenant de sources naturelles, ce qui signifie qu'elle ne s'épuise pas. Elle présente de nombreux avantages pour l'homme et l'environnement. Quels sont les différents types d'énergie renouvelable? D'abord, l'énergie solaire est l'énergie qui provient du soleil à l'aide de panneaux solaires photovoltaïques qui absorbent la chaleur et la convertissent en énergie utilisable. Ensuite, l'énergie éolienne est actuellement le type d'énergie le plus répandu, utilisant des turbines géantes dans les régions éoliennes pour produire de grandes quantités d'énergie telles que l'électricité. Puis, l'énergie hydroélectrique est l'énergie produite par le mouvement de l'eau, convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. Enfin, il faut utiliser les énergies renouvelables dans notre vie au lieu des énergies nuisibles. سنة أولى متوسط في هذا الفيديو الجديد، فيديو جديد وشرح جديد. جبت لكم وضعية إدماجية طلبتوها مني بزاف بزاف، الكثير اللي طلبوا مني هذه الوضعية خاصة بليز إنرجي رونوفلابل، يعني الطاقات المتجددة. هذا هو في هذا الفصل، في الفصل الثالث راح تقرأوا على الطاقات المتجددة، ليز إنرجي رونوفلابل. جبت لكم هذه الوضعيه الادماجيه ولا برودكسيون اكريت على هذا الموضوع. راح نشوفوا وضعيه هايله، حاولت اني نكتب لكم هذه الوضعيه، نشوفوها نقراوها مع بعض كما عودتكم. تحبوا انكم تعملوا كابتور ديكرون هكا باه تهزوا باه تقدروا تعودوا على هذه الوضعيه، تعودوا تكتبوها. تابعوا معايا القراءه تاعها، وتقدروا تحبسوا الفيديو كذلك، توقفوا الفيديو وتكتبوا على وتكتبوا عليها، وامام طون تشوفوا كيفاه القراءه تاعها. تقدر تطيح لكم كواجب ولا تطيح لكم حتى في الامتحان. راح المره الجايه في الفيديو القادم ان شاء الله راح نحاول اني نديرها مختصره اكثر من هكا باش تقدروا تحفظوها للفروض والامتحانات. اذا برودكسيون اكريت لينيرجي رينوفلابل. لينيرجي رينوفلابل est une énergie provenant de sources naturelles. يعني يعني الطاقات المتجددة، الطاقة المتجددة هي طاقة تأتينا من مصادر طبيعية، source naturelle. Ce qui signifie qu'elle ne s'épuise pas. يعني مما يعني أنها ليست نافذة، يعني غير قابلة للنفاذ، يعني متوفرة ديما، طاقة متجددة تتجدد دائما، غير قابلة للنفاذ، هنا ما تخلصش أبدا هذه الطاقة. Elle présente de nombreux avantages pour l'homme et l'environnement. يعني وهي تقدم الكثير أو العديد من المزايا والفوائد للإنسان والمحيط ولا البيئة. Quels sont les différents types d'énergie renouvelable? يعني هنا question. Quels sont les différents types d'énergie renouvelable? يعني هنا question. سؤال. ما هي الأنواع المختلفة لهذه الطاقة المتجددة؟ إذا هذه عبارة عن مقدمة عرفنا فيها ما هي الطاقة المتجددة. L'énergie renouvelable est une énergie provenant de sources naturelles, ce qui signifie qu'elle ne s'épuise pas. Elle présente de nombreux avantages pour l'homme et l'environnement. Quels sont les différents types d'énergie renouvelable? هذه كانت المقدمة. إذا راح نستعمل هنا لي كونيكتور دي نوميراسيون اللي هما دابور انسويت بوي اي انفان. يعني اولا هنا دابور يعني بروميييرمون، يعني اولا دابور لينيرجي سولير يعني الطاقة الشمسية، اي لينيرجي كي بروفيان دو سولي يعني التي هي الطاقة التي تأتينا من الشمس.
à l'aide de panneaux solaires photovoltaïques qui absorbent la chaleur et la convertissent en énergie utilisable. Yani, l'énergie solaire طاقة شمسية et l'énergie qui provient du soleil يعني هي الطاقة التي تأتينا من الشمس à l'aide du panneau de panneaux solaires فولتايك يعني بمساعدة ولا باستعمال هذاك الألواح الشمسية. الألواح الشمسية هما لي بانو سولير فولتايك كي ابسوربون يعني هذ لي بانو هذو يمتصون كي ابسوربون لا شالور يعني يمتصون الحرارة اي كونفرتيس اون انرجي يوتيليزابل يعني يمتصوا هذيك الحرارة تاع الشمس. هذو لي بانو سولار هذو الالواح الشمسية يمتصوا اشعة الشمس حرارة ولا حرارة الشمس ويحولوها الى طاقة قابلة للاستعمال ولا قابلة للاستهلاك. هنايا شفنا الطاقة الشمسية لينرجي سولار يعني هذه النوع الاول. Ensuite, l'énergie éolienne, يعني طاقة الرياح, est actuellement le type d'énergie le plus répandu. يعني طاقة الرياح هي حاليا نوع الطاقة الأكثر انتشارا. يعني هو الأكثر استعمال ولا الأكثر انتشار. Utilisant les turbines géantes, يعني باستعمال التوربينات هذيك الضخمة هذوك المراوح الكبيرة المروحة اللي تكون كبيرة يعني توربين جيانت ضخمة. توربين هما التوربينات جيانت ضخمة دي توربين جيانت دون لي ريجيون ايوليان يعني في المناطق اللي تكثر فيها الرياح بور برودوير دو غروند كونتيتي دينرجي تيل كو ليكتريسيتي يعني بور هنايا هنا لهنايا سبب يعني لكي يعني هنا لغاية ما اللي هي انتاج كميات كبيرة من الطاقة بور برودوير دو غروند كونتيتي دينرجي يعني لانتاج كميات كبيرة من الطاقة تل كو ليكتريسيتي مثل الطاقة الكهربائية. اذا نعاودو هنايا رانا نشرحو في طاقة الرياح. Ensuite, l'énergie éolienne est actuellement le type d'énergie le plus répandu, utilisant les turbines géantes dans les régions éoliennes, pour produire de grandes quantités d'énergie telles que l'électricité. Yani, هنا بدينا اولا طاقة شمسية طاقة الشمس هنايا انسويت بعدها طاقة الرياح هي حاليا نوع الطاقة الاكثر انتشارا باستعمال التوربينات الضخمة في مناطق الرياح اللي تكثر فيها الرياح لانتاج كميات كبيرة من الطاقة مثل الطاقة الكهربائية. Puis l'énergie hydroélectrique, l'énergie de l'eau, ou l'énergie hydroélectrique. L'énergie hydroélectrique est l'énergie produite par le mouvement de l'eau. يعني هذه الطاقة المائية هي الطاقة المنتجة من حركة المياه من حركة الماء كي كونفيرتي لينيرجي ميكانيك ان انرجي الكتريك يعني هذه الطاقة يعني هذه الطاقة لينيرجي هيدرو الكتريك et l'énergie هي الطاقة المنتجة produite par le mouvement de l'eau يعني من حركة المياه التي يعني حركة الماء هذا الذي ولا الماء المياه حركة الماء الذي يتحول الذي يت التي تتحول عفوا الطاقة المنتجة من طرف المياه هذيك من حركة المياه التي تتحول كي كونفيرتي لينيرجي التي تحول لينيرجي ميكانيك يعني الطاقة الميكانيكية
يعني هذيك الطاقة الميكانيكية تاع حركة الماء. لينيرجي ميكانيك اون انرجي الكتريك، تحول لنا الطاقة الميكانيكية يعني من طاقة حركية إلى طاقة ميكانيكية. في الأخير enfin il faut utiliser l'énergie renouvelable dans notre vie au lieu des énergies nuisables يعني الطاقة المضرة، يعني الطاقات القابلة للنفاذ. كاين طاقات متجددة هما لينيرجي رونوفلابل، وكاين لينيرجي نويزابل يعني الطاقة اللي قابلة للنفاذ. هذه الطاقة، هذه لينيرجي رونوفلابل يعني انرجي بروبر، ولا نقولوا انرجي رونوفلابل. وهذيك الطاقة لينيرجي ديز انرجي هنايا تكون اس، هنايا نصحوا هذه لازم عندنا اس لهنا، باسكو دي énergies nuisables. D'accord? يعني في الأخير يجب علينا استعمال الطاقات المتجددة في حياتنا، ولا notre vie quotidienne يعني ولا في حياتنا، في حياتنا اليومية، au lieu عوض الطاقات القابلة للنفاذ ولا الطاقات المضرة. هذه كانت الخاتمة تاعنا. D'accord? هذه وضعية هايلة بزاف. نعود نقراوها مع بعض. تابعوا، حاولوا انكم تتبعوا القراءة تاعها. ما تنساوش تشتركوا في القناة تاعي اذا كنتم ماكمش مشتركين، اول مرة تشوفوا القناة، وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والمهتمين بهذا الدروس. ما تنساوش تشوفوا باقي الفيديوهات على قناتي. ساعدوني في نشر القناة، هكذا تكبر القناة وتكبر العائلة تاعنا، وكذلك تعم الفائدة اكيد. ليز انرجي رينوفلابل، الطاقات المتجددة، هذه برودكسيون اكريت. لينيرجي رينوفلابل، الطاقة المتجددة، est une énergie provenant de sources naturelles, ce qui signifie qu'elle ne s'épuise pas. Elle présente de nombreux avantages pour l'homme et l'environnement. Quels sont les différents types d'énergie renouvelable? D'abord, l'énergie solaire et l'énergie qui provient du soleil à l'aide de panneaux solaires photovoltaïques qui absorbent la chaleur et la convertissent en énergie utilisable. Ensuite, l'énergie éolienne est actuellement le type d'énergie le plus répandu, utilisant des turbines géantes dans les régions éoliennes pour produire de grandes quantités d'énergie, telles que l'électricité, puis l'énergie hydroélectrique et l'énergie produite par le mouvement de l'eau qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. Enfin, il faut utiliser les énergies renouvelables dans notre vie au lieu des énergies nuisibles. بهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو. راجعوا مليح على فيديوهاتي واكيد راح تحصلوا على احسن النتائج. نلتقي في فيديو جاي ان شاء الله. نقول لكم سلام.